الشوط الثامن الزمول ينتظر الانطلاقة وانطلق في هذه اللحظات والكلمة تعود. إذن الشوط القادم أيها الأخوة مشاهدينا الأعزاء يتواصل معكم زميلنا فايز بن غفان الجابري، نتمنى له التوفيق ولكم أجمل وأحلى اللحظات. مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل، اذا شكرا للزميل محمد بن بريك المري على التواصل، وها هي الانطلاقه لشوطنا الثامن، تمت بعون من الله تعالى وتوفيقه. والشوط الثامن الخاص بالزمول لابناء القبائل على ارضيه هذا الميدان في هذا الانطلاق والتحدي الصباحي الجميل لمسافه 8 كيلومترات، ولا زال التوقيت الزمني صامدا تحت اقدام عاليه للسيد سعيد بن محمد بن زيتون المهيري التي سجلت 13 دقيقه وثلاث ثواني، وبالوفاء والتمام والكمال تهانينا لك على هذا الفوز الجميل مشاهدينا الكرام لسعيد بن محمد بن زيتون المهيري. نتابع هذا الشوط مشاهدينا الكرام، نتابع الصدارة، نتابع التحدي، وهناك سيارة أيضا للفائز بالمركز الأول في هذا الشوط، وهي عبارة عن سيارة تويوتا لاند كروزر بيك أب مقدمة من اللجنة العليا لهذا السباق. وهنا الذيب من يفتتح الإذاعة وصدارة هذا الشوط للسيد عبد الله القريوي المري ليف الصدارة، وفي المركز الأول. المركز الثاني الفارس يأتينا في المركز الثاني لسيد ناصر بن حمد بن صغير المري من يأتي على المركز الثاني، وثالث المراكز ممدوح الحمد بن محمد السندوانة المري من يأتينا على المركز الثالث، وفي المركز الرابع شداد الحمد بن عبد الله بالركاض العامري، وعليه مراجعة لجنة التحليل والتثبيت لو أن مثبت وشهادته عندنا عرف مرة وجاهز. المركز الخامس وياتي للطام الملحان بن راشد بن حبيبة من ياتي على خامس المراكز. هذه هي النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام للخمسة المراكز الأولى، نداؤنا ينحصر للخمسة المراكز الأولى، وهناك شعارات، هناك أسامي أيضا خلف المراكز الخمسة الأولى المذاعة، وترقبوا المسيرة، ترقبوا الانطلاق، ترقبوا هذا الشوط بما لديهم من زمول مشاركة، لديهم صورات وجولات في انتزاع الصدارة. نعود إلى المقدمة، نعود إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، والذيب لا زال من يسيطر على زمام الأمور وعلى صدارة، وملكيت العبد الله القريوي المري على صدارة وعلى المركز الأول. الفارس في المركز الثاني للسيد ناصر بن حمد بن صغير المري من يأتينا على المركز الثاني، وفي المركز الثالث وصل ممدوح في ثالث المراكز للسيد حمد بن محمد السلوانة المري من يأتينا على المركز الثالث، وفي المركز الرابع يأتي هنا في هذه الانطلاقة للطام للسيد ملحان بن راشد بن حبيبة المري، ومن الجانب الآخر شداد، من الجانب الآخر العبد الله بن حمد بن ركاض العامري من يأتينا خامسا في هذا الانطلاق والتحدي والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، من تتابعوننا في هذا النقل المباشر الحي عبر قناة الهجن وأيضا قناة الدوري والكاس ودبي ريسنج الناقلات لهذا الحدث الجميل، وهناك قناة الساعة أيضا تشارك في هذا النقل
اذا والتحديات مستمرة والاداء جميل والعرض لا زال تلقائيا حتى هذه اللحظات. وهنا المقدمة والتغيير الذي طرى وجرى على المقدمة وعلى المركز الاول من الفارس من انتزع الصدارة والمركز الاول للسيد ناصر بن حمد بن صرير المري من اتانا وانتزع الصدارة انتزع المقدمة وبدأ يباعد بمقدمة هذا الشوط نوعا ما المركز الثاني. وهنا الذيب العبد الله لقريوي المري وهنا امامكم العرض للثلاث المراكز الاولى بعد ان كرما بمادة الزعفران تقودهن بروق للسيد سعيد بن محمد بن زايد الخيارين وهيبة للسيد سيب بن محمد بن زايد الخيارين وهملولة للسيد سالم بن علي بن كليب الاكتبي. هذه هي سالم بن سيب بن علي بن كليب الاكتبي هذه الثلاث المراكز الاولى بعد ان كرم بمادة الزعفران يستعرضن من امام المنصة الرئيسية ومن امام الجمهور الكريم وايضا الجمهور يحيون ايضا الثلاث المراكز الاولى بعرضهن من امام الجمهور الكريم. نعود الى مجريات وهذا واحداث هذا الشوط مع ايضا بطل الله احمد الحمادي له جزيل الشكر والاحترام على هذه اللقطات المبدعة الجميلة مع ايضا كادره الفني الذي يلتقط لنا اجمل الصور والابداعات المميزة. هنا المقدمة هنا الصدارة هنا الفارس لا زال من يسيطر على زمام الامور وعلى الصداره وعلى المركز الاول لسيد ناصر بن حمد بن صرير المري على الصداره على المقدمه على المركز الاول في هذا الانطلاق والتحدي الرائع الجميل. المركز الثاني المركز الثاني وثاني المراكز ونحن نقترب من منتصف المسافه. المركز الثاني وياتي في المركز الثاني في هذه اللحظات والتسلل مشاهدينا ومتابعينا الكرام من القادم المختبر عمر بن سالم بن حمرور العامري من ياتينا على المركز الثاني. وفي المركز الثالث الذيب في المركز الثالث عبد الله القريوي المري من ياتينا على المركز الثالث. وفي المركز الرابع ممدوح ممدوح من ياتي على رابع المراكز الحمد بن محمد السنوانه المري. وفي المركز الخامس شداد في المركز الخامس الحمد بن عبد الله بن ركاض العامري من ياتينا على خامس المراكز. هذه هي النتائج للمراكز الخمسه الاولى ومن يبغى الاذاعه ويبغى الفوز ويبغى الناموس يلحق هنا بالمراكز الخمسه الاولى لان الامتار بدات تتناقص الكيلومترات بدات تتناقص كيلو تلو الاخر. مشاركينا الكرام ومستمعينا الافاضل ومن تشاهدوننا عبر الشوشوت وهنا المقدمه والمركز الاول المقدمه اذا والله التغيير 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 والمختبر المختبر بدا يتسلل بدا ينتزع الصداره ينتزع المركز الاول للسيد عمر بن سالم بن حمرور العامري من ينتزع الصداره. ومقدمه هذا الشوط الذيب في المركز الثاني العبد الله القريوي المري من ياتينا على ثاني المراكز وممدوح ممدوح 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 كلهم بيمدحونك يا ممدوح. انفلت بهذا الشوط الحمد بن محمد السندوانه المري من ياتي على المركز الثاني في هذه اللحظات يتسلل الى المركز الثاني المركز الثالث وياتي في ثالث المراكز الذيب للسيد عبد الله القريوي. وفي المركز الثالث المركز الرابع ياتي الفارس الناصر بن حمد بن صرير المري والمركز الخامس شداد الحمد بن عبد الله بن ركاض العامري من ياتينا على المركز الخامس. اذا خامس المراكز المتواجد فيه هنا شداد الحمد بن عبد الله بن ركاض العامري رابعا ياتي الفارس الناصر بن حمد بن صرير المري اما ثالث المراكز فلا زال الذيب العبد الله القريوي المري. وفي المركز الثاني يتراجع المختبر عمر بن سالم بن حمرور العامري وممدوح من ينطلق بصدارة هذا الشوط
المنتصف ينطلق بالمركز الأول، وبهنا يسلم مع مربط الفرس مع ممدوح الحمد بن محمد السندوانة المري. ركز يا أخوي ركز ركز، التركيز مطلوب التركيز مطلوب. يا سلام، هل من قدوم هل من جماعة قادمين؟ إن شاء الله الكي 2 كيلومتر في طريقنا إليهن، ما تبقى من مسافة هذا الشوط. يا سلام والإثارة والتحدي، وهناك ممدوح الحمد بن محمد السنوانة المري من انطلق على مقدمة هذا الشوط كما عودنا دائما وأبدا بإنجازاته بعروضه بأدائه المتميز. يا سلام، ها هو مشاهدينا الكرام تشاهدون حمد بن محمد السنوانة من ضمر مكلف أيضا بأدائه وعرضه الجميل، تشاهدون ممدوح على الصدارة وعلى المركز الأول. 2 كيلومتر ما تبقى على نهاية هذا الشوط، وقلنا لك كلهم بمدحونك، الكل بيمدح ممدوح ما شاء الله. ها هو تشاهدونه في الصدارة وفي المركز الأول، المركز الثاني، المركز الثاني والمختبر في المركز الثاني وملكية المختبر العمر بن سالم بن حمرور العامري. وشداد شدود 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 قادم، شدود قادم ايضا في هذه اللحظات. الحمد بن عبد الله بن ركاب العامري له صولات وجولات وانجازات ايضا، وها هو تشاهدونه ينتزع المركز الثاني. اما المركز الرابع للطام، في المركز الرابع الملحان بن راشد بن حبيبه المري، وفي المركز الخامس الفارس الناصر بن حمد بن صرير المري. من ياتينا على المركز الخامس؟ هذه النتائج للخمس المراكز الاولى، وايضا اسامي اسامي قادمه اسامي، ولكن ممدوح ممدوح من يسيطر، ممدوح على الصداره، ممدوح على المقدمه. الحمد بن محمد السنوانه المري على الصداره وعلى المركز الاول، وصداره هذا الشوط لم تصدر عليه اي اوامر، شبه اوامر فقط، شبه اوامر على ممدوح في الصداره وفي المركز الاول. تستاهل 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 يا حمد يا ابن محمد يا السندوانه يا المري على هذا الاداء اللي قدمه ممدوح، يقدمه ايضا. العام الماضي كان له فوز ونصيب في سياره، وها هو هنا يشارك لانتزاع فوز اخر وسياره اخرى. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، السيد حمد بن محمد السندوانه المري باعد المسافه بينه وبين بقيه المشاركين. المركز الثاني ياتي للطامة الملحان بن راشد بن حبيبه، المركز الثالث للسيد محمد بن سهيل بن عويضان العامري ند الشبه، وينتزع المركز الثاني ند الشبه في هذه اللحظات. اخرت يا ابو احمد، اخرت يا ناصر يا بالعبد يا لوهيبي، اخرت ند الشبه. ولا هنا ممدوح من يسيطر على زمام الأمور، يسيطر على المقدمة، يسيطر على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. الله اشرد، كانت بتشرد اشرد يا الله 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 الله, الله. ند الشبه ند الشبه ند الشبه، وبيسلم أهالي ند الشبه ند الشبه. انتزع الصدارة، انتزع المقدمة، انتزع الفوز، انتزع الناموس. سلامي عليك يا أبو أحمد، سلامي عليك يا محمد يا ابن سهيل يا ابن عويضان يا العامري على هذا الأداء الجميل ليقدمه ند الشبه. سلام أهالي دولة الإمارات، سلام وخاصة أهالي ند الشبه. ند الشبه يبعث السلام لأهالي ند الشبه، السلام يعود على ند الشبه. ها هو مشاهدينا الكرام ند الشبه إذن في الصدارة في المقدمة في المركز الأول. تهانينا وناموس للسيد محمد بن سهيل بن عويضان العامري المركز الثاني. ياتي الفارس مبارك بن دودة بن ضبون العامري من ياتينا في المركز الثاني. المركز الثالث وزير ستان محفوظ بن خميس لنبي، وفي المركز الرابع المركز الرابع لسيد ملحان بن راشد بن حبيبه من ياتينا في المركز الرابع، ولكن عفوا اللي وصل في المركز الرابع العبد الله بن مظفر بن محمد. وليف سعيد بن حمد بن نزاوح المري من وصلنا مشاهدينا الكرام في المركز الرابع وفي المركز الخامس للطعم الملحان بن راشد
بن حبيبة. هذه هي النتائج مشاهدينا ومتابعينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى، ذعناها على حضراتكم. تهانينا والناموس سيد محمد بن سهيل بن عويضان العامري على فوز ند الشبا بالمركز الأول. مشكور يا ناصر يا بالعبد يا لوهيبي منضمرة ودرب ووقف خلف هذا الشعار في 13 دقيقة 54 ثانية 17 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لك يا أبو أحمد على هذا الفوز الجميل لند الشبا. المركز الثاني، وكان المركز الثاني من قبل اللي هو الفارس للسيد مبارك بدودة بن ضبون العامري، وسجل 13 دقيقة 58 ثانية 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز الجميل. أما ثالث المراكز فكان في المركز الثالث وزير ستار من أتانا في المركز الثالث زيد محفوظ بالخميس لنيبي، وسجل توقيت زمني مقدار 14 دقيقة 5 ثواني 14 جزء من الثانية. تهانينا والناموس، تهانينا لجميع الأخوة الفائزين. حظ أوفر ووفقهم الحظ الأشواط القادمة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. وفي هذه اللحظات هنا استعداد آخر لانطلاقة أخرى من انطلاقات الخير والمحبة والعطاء، والزميل أيضا عبد الله عثمان العمدة يتواصل مع الشوط القادم.